بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم سنبدأ بشرح الدرس 21 من مادة الصف التاسع، مادة التربية الإسلامية. عنوان الدرس الإجارة. بداية، الإسلام وضع العديد من القواعد والمبادئ والتعليمات التي تنظم حياة المسلم، وبالتالي جميع المعاملات التي يقوم فيها المسلم يجب أن تكون معاملات شرعية. بداية، في درس الإجارة سنعرف ما هي الإجارة. هي عقد بين طرفين يقدم فيهما أحدهما للآخر منفعة مشروعة، وهذه المنفعة المشروعة يوجد مقابلها أجر معلوم. فإن كان أحدهم يمتلك شقة أو منزلا معينا يريد أن يؤجره لغيره، إن قام بتأجيره لغيره يجب أن يدفع الطرف الآخر مبلغ معلوم لهذا الشخص مقابل استخدام منزله للسكن في هذه الفترة. الأمر الثاني الذي يجب أن تعلمه عزيزي الطالب، ما هي حكم الإجارة؟ الإجارة هي أمر مشروع، والدليل أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه الآية في قصة موسى عليه السلام. لما كان موسى عليه السلام هاربا من فرعون وظلمه، وجد فتاتان عند البئر بين العديد من الرجال ولديهما قطيع من الخراف، قام بمساعدتهما دون أن يطلب منهما أي مبلغ من المال أو مقابل المساعدة. سقى لهما الخراف وعادتا مبكرا إلى أبيهما وأخبرتاه بما حدث. هنا قالتا لأبوهما أن يستأجر هذا الشخص ولم يعلما من هو، فقالتا يا أبتي استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهنا دلالة أن من شروط الإجارة أو شروط الولاية أو شروط الوصاية أن يكون الإنسان يمتلك هذان الشرطان، وهي القوة والأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة المنورة استأجر أحدهم ليدله على الطريق، لأنه سلك الطريق غير الطريق المعتاد إلى مكة. لماذا شرعت الإجارة؟ شرعت الإجارة لعدة أمور. بداية، للتيسير على الناس ورفع الحرج عنهم والمشقة عنهم. وثانيا، لتوفير سبل الرزق والمعاش لهم، فالناس يحتاجون بعضهم البعض، فمثلا الطبيب يحتاج إلى السائق والمعلم يحتاج إلى الحداد. هناك عدة أنواع للإجارة، وهي إجارة الأشياء وإجارة الأشخاص. إجارة الأشياء حتى تتضح لك عزيزي الطالب، هي استئجار منزل مثلا للسكنة، أو استئجار أرض للزراعة، أو سيارة للركوب. أما استئجار الأشخاص مثل استئجار عامل أو خياط أو طبيب أو خادم أو موظف. في كلا الإجارتين يجب فعل عدة أمور. من الأمور الواجب فعلها أن المؤجر والمستأجر يجب أن يلتزما بما اتفقا عليه. مثلا لازم يلتزم كل من الطرفين بتسليم الشيء المأجور، أو أنه يدفع ثمن الشيء اللي استأجره، أو أنه يلتزمه بالوقت المحدد للإجارة. أنا أجرت البيت لمدة سنة لمدة سنة، إلا إذا باتفاق بين الطرفين تم تمديد مدة الإجارة. على المستأجر المحافظة على المأجور، استأجر بيت بده يطلع من البيت هو بنفس الهيكل اللي أخذه، ألا يستعمله إلا في حدود المنفعة المنصوص عليها في العقد. استأجرت بيت فاستأجرته للسكنة، فبيضل السكنة، ما بي لا أقلب هذا البيت ليكون مثلا مكتب للمحاماة أو مكتب للهندسة. يستحب كتابة عقد الإجارة والإشهاد عليه وفق الأصول حفاظا على حقوق الطرفين. كما أشرت في بداية الدرس أن الدين جعل المعاملات ضمن نطاق شرعي لحفاظ الحقوق وحفاظ الأمن للمجتمع. أما بالنسبة لإجارة الأشخاص كاستئجار خياط أو طبيب أو حتى خادم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بعدة وصايا. من ضمن هذه الوصايا السرعة في إعطاء الأجير أجره، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. بالتالي محمد صلى الله عليه وسلم حذرنا من ظلم الأجير وعدم إعطائه حقه. النبي صلى الله عليه وسلم
في صفحة 100، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: إن إخوانكم خوالكم، أي خدمكم، جعلهم الله تعالى تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، أي في رعايتكم، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، أي ما يعجزون عن القيام به. بذلك الفرق بين إجارة الأشياء وإجارة الأشخاص، أن الأشياء تكون إجارة الأشياء تكون باستئجار بيت أو استئجار حافلة أو استئجار أرض، إجارة الأشخاص استئجار شخص للقيام بوظيفة معينة. هنا يوجد عزيز الطالب بصفحة 101 عقد إجارة. عقد الإيجار الموجود هنا يوجد له عدة بنود. مثلا في عقد الإيجار يوجد ما هو المؤجر، مثلا ممكن نكتب إنه المؤجر هو أحمد، لازم نكتب الاسم الرباعي. المستأجر هو محمد، برضو لازم نكتب الاسم الرباعي. جنس المأجور، أنا إيش بدي أأجر، بدي أأجر البيت، بدي أأجر سيارة. موقع المأجور، إذا كنت أمتلك أكثر من بيت أو أكثر من عمارة سكنية، لازم أحدد تفاصيل وجود البيت لحتى أحفظ الناس حقوقها وأحفظ حقوقي. كيفية استعمال المأجور، أنا بدي أأجر الشخص بيت إلي بهاي العمارة، بدي أخليه يستأجر البيت عشان يسكن فيه، عشان يعمل فيه مكتب للمحاماة، مكتب هندسي، لإيش بدي أخليه يستخدم هذا البيت، لازم نكتب بالعقد عشان ما يصير خلاف فيما بعد. تاريخ ابتداء الإيجار ممكن مثلا من اليوم 4 نيسان. مدة الإيجار، أنا بدي أجر هذا البيت لمدة سنة. بدل الإيجار، أنا بدي أخذ منك مصاري، أو ممكن أنا بدي أعطيك البيت مقابل أنه أنا أستأجر بيت إلك في مكان ثاني، هاي منفعة مقابل منفعة. كيفية أداء البدل، يعني أنا بدي أدفع المصاري اللي بدي أعطيك إياها بدل الأجرة، شيك، كاش، كمبيالة، كيف بدي أدفعها. توابع المأجور التي أستلمها، التي استلمها المؤجر عفوا. توابع مع البيت، ممكن يكون البيت أرضي، ممكن يكون له حديقة صغيرة، ممكن يكون فيها مرجيحة برضه، ممكن يكون في سيارة، إذا بدي أجر سيارات، السيارة ممكن يكون معها مكبر صوت. بالتالي بعد ما نتفق أو يتفق المؤجر والمستأجر على كل هاي الشروط والبنود في عقد الإجارة، بوقع كل من الطرفين بالأسفل وبيحط اسمه الرباعي. خلينا مع بعض عزيزي الطالب نحل أسئلة الإيجار. بداية السؤال الأول، ما معنى الإيجار؟ الإيجار وهي عقد بين طرفين يقدم أحدهما للآخر منفعة مشروعة مقابل أجر معلوم. هذا دليلا على مشروعية الإيجار. الآية التي تحدثنا عنها، قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. بين الحكمة من مشروعية الإجارة للتيسير على الناس ورفع الحرج عنهم والمشقة وتوفير سبل الرزق للناس. بين الحكم الشرعي فيما يلي: رفض المؤجر تسليم الأرض المؤجرة لحسام مع أنه دفع الأجرة له، وهنا لا يصح. استأجر أحمد بيتا للسكنة فجعله مخبزا، وهنا اختلال في العقد لا يصح. دفع عمرو أجرة المحل الذي استأجره من سعيد حسب اتفاقهما، صحيح. استخدم صاحب مصنع عمالا من بلدهم للعمل معه واتفق معهم على أجر معين، وبعد مباشرتهم العمل نقص من أجورهم، وهذا لا يصح. وثق زيد عقد استئجار المكتب الذي استأجره من سعيد، يصح. أمرت امرأة خادمتها بعمل فوق طاقتها، وهنا لا يصح. في الجدول الأخير يصنف الأعمال إلى إجارة أشياء أو إجارة أشخاص. باء وهاء هي إجارة أشياء، بينما ألف وجيم ودال هي إجارة أشخاص. بذلك قد قمنا بحل أسئلة درس الإجارة. شكرا لحسن استماعكم.